مشاهدينا ومتابعينا قناة كنوز وأسرار الزراعة، أهلا بكم في حلقتنا النهاردة التغيرات المناخية، وكلام كبير طبعا عن التغيرات المناخية لأنه موضوع مش سهل. خليكم معايا في حلقة النهاردة لأن لازم نتكلم عن التغيرات المناخية وتأثيرها علينا وإيه الحاجات اللي احنا ممكن نعملها لتقليل الآثار السلبية طبعا للتغيرات المناخية علينا. خليك معايا. طبعا حديث العالم الفترة دي كلها كله على التغيرات المناخية، تهديد صريح بتتهدد لحياة البشرية كلها، للإنسان، للحيوان، للنبات، للبيئة، للمية، لكل حاجة تؤثر عليها التغيرات المناخية. وده طبعا بشكل كبير الثورة الصناعية اللي حصلت هي أساس المشكلة طبعا مع زيادة عدد السكان والتطور التكنولوجي. ده طبعا أدى إلى زيادة الطلب على مصادر الطاقة، احنا عايزين مصادر طاقة واستغلالها طبعا بغض النظر بقى على الآثار الجانبية اللي هتعود علينا. وطبعا المخاطر اللي حضرتك اكيد ملاحظها ان الصيف ما بقاش صيف والشتاء ما بقاش شتاء، يعني تلاقي نفسك مثلا ان المطره ممكن تمطر مثلا في الصيف، بتلاقي مثلا في فصول الشتاء بتلاقي احيانا ان الجو لسه حر، في تذبذب في درجات الحراره. تذبذب في درجه الحراره ده مش سهل حتى على النبات، على الغطاء النباتي. انت دلوقتي النبات اللي متعود على درجه مثلا صقيع خفيف او درجه حراره قليله، بتلاقي مثلا ان درجه الحراره عاليه فهتاثر على انتاجيه النبات. النبات مثلا اللي بيكون في الصيف اللي بقى متعود مثلا على درجة حرارة دفء معين، بتلاقي برضو درجة حرارة اختلفت معاه. تذبذب درجة الحرارة ده بيضيع النبات وبيضيع المحصول، وارتفاع درجة الحرارة ده اللي هيخلي بقى الآفات تزيد والحشرات تزيد. ده بالنسبة للغطاء النباتي أو النباتات. وطبعا عزيزي المشاهد، عزيزي المستمع، مين المتسبب في كل ده؟ هو الانسان، هو اللي نسي يعني ايه توازن بيئي احنا عايشين فيه بسبب التطور التكنولوجي والثورة الصناعية اللي حصلت. وده طبعا ادى طبعا الانبعاث كتير من الغازات او الانبعاث الغازي اللي طبعا اتسبب له الاحتباس الحراري اللي نتج عنه طبعا ارتفاع حرارة سطح الكرة الأرضية، وده طبعا اللي أدى إلى التغيرات المناخية. وهنعرض برضو عليكم برضو أهم الأسباب اللي اتسببت لكده. المصانع والتطور الصناعي اللي حصل، الأبخرة اللي طلع من المصانع، مثلا لو نفرض مصانع الأسمدة، المصانع الأسمدة زي غاز الأمونيا واليوريا وحمض الفسفوريك والكبريتيك وأكاسيد بمختلف أنواعها، يعني أنت بتتكلم عن ضرر غير عادي بيحصل في الجو. ده غير طبعا الحاجات اللي بتترمى مثلا في النفايات أو بتترمى في البحر وتلوث البحر، مشاكل كتيرة جدا بتحصل بسبب المصانع. البراكين طبعا بالأبخرة اللي طالعة من البراكين دي طبعا عوامل طبيعية غصب عننا، بس البراكين والحاجات اللي طالعة منها بتسبب لمشاكل كتيرة في الجو. هتسبب طبعا مع ارتفاع درجة الحرارة طبعا هيسبب لنا ذوبان القطب الشمالي والجنوبي طبعا، لان ارتفاع مستوى سطح البحر هيعمل لنا مشاكل كتير وهنغرق خلاص. يعني مش هتلاقي بقى، هتلاقي مثلا مستوى سطح البحر المتوسط عندنا هتلاقي مثلا ارتفع، هيؤدي طبعا ان هو هيزحف على المناطق زي الدلتا، مشاكل كتيرة هتحصل. الحرائق اللي بتحصل في الغابات طبعا بفعل عوامل طبيعية وبفعل عوامل احنا السبب فيها، مشاكل كتيرة طبعا. الانبعاث الغازي اللي بيحصل من حرائق الغابات دي مصايب بتحصل بسببها. وطبعا الغطاء النباتي اللي اتحرق ده مفيش حاجة تعوضه، وهو اصلا اللي عامل لك توازن بيئي. وطبعا من الحاجات اللي حضرتك اكيد ملاحظها هو اختلاف معدلات سقوط الامطار، احيانا بتلاقيها زيادة عن اللزوم، وطبعا لما تكون المطرة زيادة عن اللزوم بتؤدي لمشاكل كتيرة، واحيانا بتبقى ناقصة ومفيش نسبة مطرة، واحيانا تمطر على مناطق ما كانتش بتمطر، واحيانا تمطر ما تمطرش على مناطق كانت اصلا فيها نسبة مطر كويس. فطبعا ده كل ده بسبب التغيرات المناخية اللي حصلت، وده طبعا مش على مستوى الجمهورية بتاعتنا، لا ده طبعا على جميع مناطق العالم. واهم الاسباب اللي اتسببت وادت لضرر كبير للتغير المناخي هو اعمال الوقود الاحفوري او اعمال التنقيب الاحفوري، يعني الاعمال التنقيب بتاعت البترول طبعا كلنا عارفينها، بتسبب لمشاكل كتيرة جدا. طبعا البترول طبعا ما تكونش لوحده، هو طبعا بسبب بقايا الكائنات القديمة اللي ماتت والمدفونة طبعا من ملايين السنين بفعل طبعا الحرارة والضغط، وهم طبعا مع الاعمال اللي بيقوموا بها بيعملوا مشاكل كبيرة من انبعاث غازي ومشاكل في الارض للبيئة ومشاكل في المية، يعني التلوث من كل الاتجاهات.
وحضرتك برضو عشان تكون عارف، الوقود الأحفوري طبعا بيتوفر بثلاث حالات، هما الثلاث حالات: الصلب اللي هو الفحم، والصورة السائلة اللي هو البترول، والصورة الغازية اللي هو الغاز الطبيعي. عشان حضرتك يطلع لك الثلاث صور دول بيؤدي إلى مشاكل كبيرة وتلوث بيئي كبير. والمشكلة الأكبر من كده إن الطاقة دي غير متجددة، لأن الحاجة اللي بتطلع من بطن الأرض خلاص ما ملهاش تجديد، لأن الحاجة دي إحنا بنستخدم اللي موجود في بطن الأرض وخلاص ملهاش تجديد. وطبعا من إحدى العيوب الكبيرة للوقود الأحفوري إن هي طاقة غير متجددة، بيؤدي لضرر بيئي كبير جدا، لأن هو طبعا حرق البترول والفحم بيطلق لي غازات ضارة جدا طبعا في الجو، زي أول وثاني أكسيد الكربون وأكسيد النيتروجين وثاني أكسيد الكبريت، طبعا انبعاث غازي طبعا مشاكل كتيرة جدا. وطبعا لما الغازات دي بتتفاعل مع الجو هتديني طبعا امطار حمضيه. طبعا الكلام ده بيحصل في المناطق الصناعيه قوي، بتلاقي واضحه قوي، بتلاقي ان المطره اصلا اللي بتنزل امطار حمضيه بسبب التفاعل بتاع الغازات مع الجو. وده طبعا بيؤدي لي طبعا لارتفاع درجه حراره الغلاف الجوي، اللي هو طبعا يتسبب لي في الاحتباس الحراري. يبقى لازم نعمل التوصيات بتاعتنا والمقترحات بتاعتنا اللي احنا نتجنب بيها المخاطر اللي هتحصل لنا طبعا بسبب الثورة الصناعية اللي احنا بنستخدمها عشان خاطر الطاقة. يبقى لازم نستخدم بقى الطاقة النظيفة مثلا لتوليد الكهرباء زي الطاقة الشمسية. العربيات مثلا اللي ماشية بالبنزين ممكن يعني ايه طبعا اتعمل ان هي عربيات تمشي بالطاقة الكهربائية، وطبعا ما فيهاش مشكلة ان احنا نزود الموضوع ده، لان السيارات اللي بتمشي بالعوادم وطبعا بسبب حرق البنزين بيؤدي طبعا للتلوث البيئي للانبعاثات اللي خارجة منها. من الحاجات طبعا اللي احنا جايين عليها قوي قوي وهو النبات. النبات افضل صديق للانسان والحليف بتاعنا من زمان جدا على كوكب الارض، اللي احنا اكتر ناس مسؤولين عنه. الناس ما تعرفش ان النبات بيدينا 98% من الاكسجين اللي بنتنفسه، بيدينا 80% من السعرات الحرارية اللي احنا بنستهلكها يوميا. للأسف العالم كل عام بيخسر 40% من المحاصيل الغذائية بسبب الآفات والأمراض، طبعا بسبب ارتفاع درجة الحرارة الشديد. وان الدراسات عزيز المشاهد اثبتت انك لما تزرع 1 متر مربع طول العام بيزيل 100 جرام من الملوثات سنويا، وان برضو الدراسات اثبتت انك لما تزرع 1.5 متر مربع بيؤدي الى انتاج اكسجين بتكفي لشخص بالغ لمدة عام. النبات هو الفلتر الطبيعي والرئة بتاعتنا اللي بتزيل الملوثات من الجو. واللي من الحاجات الجميلة في بعض دول العالم زي مدينة أوكيناوا اليابانية الملقبة بأرض الخالدين، يعني الناس فيها عمرهم بيعدوا 100 سنة. لما جم يدوروا على الأسباب لقوا أن التغذية السليمة والعلاجات الطبيعية وأن الناس بتنام بصحة جيدة والحياة الخالية من الملوثات هي الأساس في حياتهم، عشان كده دايما أعمارهم معدية 100 عام. وزي المدينة في مدينة إيطالية اسمها كامبو ديميل الإيطالية، طبعا معروفة باسم قرية الخلود، وفي بعض مدن العالم برضو عايشين بالمبدأ ده، حياة خالية من الملوثات، حياة طبيعية، عايشين حياتهم بكل حاجة طبيعية، طبيعة الأكل والشرب بتاعتهم طبيعية جدا، وهو ده اللي خلى أعمارهم كبيرة. نتمنى إن احنا نشوف كل ده فيه على مستوى العالم، وإن احنا نعيش حياة خالية من الملوثات. طبعا زي ما انت شايفين أنا بتكلم وفي نفس الوقت جايب لك الزراعة وجايب لك صور النباتات عشان تعرف إن هي الأساس في حل المشكلة، وان النبات اللي قدامك المجموع الخضري والسمري الممتاز ده صدقني مع تفاقم المشكلة مش هتلاقيه ولا مجموع خضري ولا هتلاقي مجموع سمري، هتلاقي النبات جاف تماما، لان المشكلة هتكون تفاقمت. الموضوع هيبدأ بيك انت ويبدأ بكل شخص، لان الموضوع فعلا مش بسيط، لانه بيهدد حياة البشرية كلها، وان احنا نرجع لاستخدام الطاقة البديلة والطاقة النظيفة ونقلل استخدام الملوثات اللي بتؤدي لمشاكل كبيرة. طبعا دي كانت حلقة مختصرة، لان الكلام عن موضوع التغيرات المناخية كلام كبير وفي كلام علمي كتير جدا جدا جدا. اتمنى يا رب تكون الحلقة اضافت ليك ولو معلومة بسيطة. اشوفكم بقى على خير في حلقات تانية كتير. مع السلامة.